احتفلت وزارة الاقتصاد ب 1500 طالب وطالبة من خريجي برنامج سكيل أب ستارت الذي أطلقته الوزارة في أبريل 2022 بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والمنظمة العالمية لتدريب مهارات ريادة الأعمال. ويركز البرنامج على محورين، هما برنامج تدريبي متكامل لتعليم طلاب المدارس المهارات الأساسية لريادة الأعمال ومسابقة رواد أعمال المستقبل. وجاء التكريم خلال فعاليات افتراضية نظمتها الوزارة، شارك فيها معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بحضور أكثر من 500 طالب وطالبة، وتم خلالها الإعلان عن الفريق الفائز بجائزة رواد أعمال المستقبل ضمن مسابقة سكيل أب ستارت.